أهلا بكم في حلقة جديدة من Control Systems Engineering، هندسة نظم التحكم لطلبة الهندسة إعداد مهندس كورلس رفعت. في حلقة النهاردة هناخد Transfer Function لـ Electrical Networks أو Electrical Circuits اللي هي الدوائر الكهربية. طبعا لازم تبقى Linear و Time Invariant، وإن شاء الله النهاردة هنغطي مثالين عشان نفهم الموضوع بالتفصيل، ودي تعتبر الحلقة الأولى من إيجاد Transfer Function للدوائر الكهربية. هنبدأ مع بعض. طبعا أنا هبتدي أعرض بعض الفيديوهات المتتالية عن إيجاد Transfer Function لElectrical Circuits أو Electrical Networks عندي، وطبعا في الفيديوهات دي قلنا هنجيب Transfer Function للMathematical Modeling لElectrical Circuit تشتمل على الباسيف سيركتس والاوبريشنال امبليفاير. هناخد الموضوع ده في اكتر من فيديو، وبالاخص في فيديو النهارده هنبدا بالباسيف الكتريك نتوركس اللي بتتكون من عندي باسيف لينير كومبوننت زي المقاومه والمكثف والملف، وفي فيديوهات قادمه ان شاء الله هناخد اوبريشنال امبليفاير، وكمان هنجيب ترانسفير فانكشن عن طريق كيرش فولتج لو اند سامينج فولتج اراوند لوبس او ميشز. الطريقة دي يطلق عليها loop or mesh analysis. بنذكركم طبعا من الفيديوهات السابقة للترانسفير فانكشن هي عبارة عن الجي اوف اس، عبارة عن لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت عند زيرو انيشال كونديشن، وده زيرو انيشال كونديشن الشرط ده مهم قوي طبعا في تحليل الدوائر الكهربية. هنتكلم على العلاقات الخاصة بالفولتج كارنت والفولتج تشارج والامبيدنس لكل من المكثف والمقاومة والملف بالترتيب. هنبدأ أول حاجة بالمقاومة. لو أنا عندي مقاومة كده بيمر فيها تيار اسمه IR، المقاومة دي عبارة عن R قيمتها R، فبالتالي لو رحت للعلاقات عندي الفولتج كارنت يبقى الفولت على المقاومة اسمه VR طبعا هنا بيساوي R في تيار المقاومة، ولو أنا اتكلمت على الكارنت فولتج يبقى مقلوب العلاقة دي، يبقى أنا هخلي التيار ناحية الشمال يبقى تيار المقاومة بيساوي 1 على R في فولتها. ولو رحنا للفولتج تشارج عندي الريليشن الفولت هيبقى على الشمال، لو مفيش مشكله التيار هنا هستبدله بتفاضل الشحنه مفيش مشكله والار زي ما هي نزل. لو اتكلمنا على الامبيدنس، الامبيدنس هي عباره عن ايه؟ زد ار، امبيدنس برمز لها برمز زد، وانا طول ما بتكلم على بيور ريزيستنس يبقى ارمز لها كده سافكس ار، هي عباره عن جهد المقاومه على تيار، يبقى من العلاقه الاولى جهد على تيار عباره عن ايه؟ يدينا ار، يبقى الامبيدنس هنا عباره عن ار وحدتها اوم طبعا والرمز ده. لو اتكلمنا على الادميتنس اللي هي مقلوب الامبيدنس عندي هطلق عليها رمز واي، وهتكلم على المقاومه يبقى سافكس ار، هي عباره عن مقلوب الامبيدنس، ان كان الامبيدنس فولت على تيار يبقى هنا عباره عن تيار على فولت، يبقى اجي من العلاقه الاولى هجيب تيار على فولت تطلع واحد على ار من هنا، وطبعا كلمه اوم زي ما انتم شايفين هقلبها تبقى دي وحده مين الادميتنس عندي تبقى اوم اس ماينس 1. واحد على ار اصلا من الدوائر الكهربيه عباره عن جي، ايه هي الجي؟ اللي هي الكوندكتنس، هي مقلوب الريزيستنس، تمام؟ يبقى الريزيستنس عندي مقلوبها هو الكوندكتنس. وخلي بالك في فرق بين الكوندكتنس والكوندكتيفيتي. الكوندكتنس هي مقلوب الريزيستنس، اما الكوندكتيفيتي التوصيليه النوعيه وهي مقلوب المقاومه النوعيه اللي هي ريزيستيفيتي. يبقى سيجما اللي هي الكوندكتيفيتي بتبقى عباره عن مقلوب الريزيستيفيتي اللي هي التوصيليه النوعيه بتساوي مقلوب المقاومه النوعيه، مش موضوعنا. وبالتالي العلاقة الأولى دي هنا لو أنا جبت لها لابلاس، خلي بالك ده في التايم دومين، كل الرموز دي طول ما هي سمول يبقى في التايم دومين، عشان أجيب لها اللابلاس خدنا لابلاس في فيديوهات قبل كده، يبقى الفي دي تبقى في كابيتال هنا زي ما أنت شايف أهو، هنا الأر ده ثابت زي ما هو، التيار عندي يبقى أي كابيتال، يبقى دي العلاقة في الإس دومين. وخلي بالك أهي هي عبارة عن إيه؟ الإمبيدنس زي ما قلنا عبارة عن الفولت على التيار تطلع بمين؟ بأر هنا، ودي مهمة طبعًا، الأدميتنس هي المقلوب مش أكتر، ده بالنسبة للمقاومة. هنروح للكاباستور المكثف. المكثف ده بيبقى شكله هيمر فيه تيار اسمه اي سي. المكثف عندنا لو رحنا للعلاقات علاقة الفولتج مع الكرنت يبقى فولت المكثف بيساوي 1 على سي تكامل تيار. لو رحنا للكرنت فولتج ريليشن تيار المكثف بيساوي سي تفاضل فولت المكثف. أما الفولتج تشارج هنروح للعلاقة الأولى، معروف إن تكامل التيار هو عبارة عن الشحن، يبقى الـ VC بيساوي 1 على سي كيو سي. لو رحنا للإمبيدنس الخاصة بالمكثف زد سي هي جهد المكثف على تيار المكثف، بس خلي بالك هنا هرمز لها بمين؟ في الاس دومين، كلمة اس دومين يبقى لازم احول المعادلة دي للاس دومين، كرنت مع تيار،
يبقى الفولت يبقى في كابيتال في الاس دومين، واحد على سي تنزل زي ما هي. معروف ان التكامل عشان اجيب له الاس دومين او اجيب له اللابلاس بيبقى واحد على اس في الاي كابيتال. في كابيتال على اي كابيتال هي عباره عن الامبيدنس، تطلع عندي واحد على سي اس. يبقى الامبيدنس بتاعت المكثف في الاس دومين عباره عن واحد على سي اس فولت على تيار في الاس دومين. اما الادميتنس هي مقلوب العلاقه اللي فاتت مباشره، تبقى مقلوب القيمه دي تبقى سي اس. طبعا ما انساش انا بجيب الترانسفير فانكشن، لان الامبيدنس دي عباره عن جهد على تيار، دي تعتبر ترانسفير فانكشن لمين؟ للمكثف عندي، او الامبيدنس خاصه بالمكثف. فلازم اتعامل عندي عند الزيرو انيشال كونديشن. ليه؟ لو انت رحت لعلاقه الكرنت فولتج هنا في تفاضل، التفاضل ده عشان تحوله للاس دومين هيبقى عندي اس في الفي، صح؟ لا طبعا، المفروض اقول ناقص قيمه الانيشال لجهد المكثف. فبالتالي لازم اعمل زيرو انيشال كونديشن طول ما انا هشتغل على الترانسفير فانكشن، والكلام ده قلناه في الترانسفير فانكشن بالتفصيل. يبقى الزيرو انيشال كونديشن لجهد المكثف، يبقى اقول في سي اوف تي عندي تي بتساوي زيرو، طول ما تي بتساوي زيرو يبقى ده اسمه انيشال كونديشن. يبقى الفي سي اوف زيرو، يبقى اشيل التي هنا اعوض عنها بزيرو، يبقى في سي اوف زيرو ده معناه الستارتنج بتاع الفولت الخاص بالمكثف لازم يساوي زيرو، ده الانيشال كونديشن بتاعت المكثف عشان اقدر اطبق الترانسفير فانكشن. لو رحنا للملف عندنا، الملف ده شكله هيمر فيه تيار اسمه اي ال. لو رحنا للعلاقات بتاعت الفولت كرنت، فولت الملف بيساوي ال تفاضل تيار. اما الكرنت فولتج يبقى تيار الملف بيساوي واحد على ال تكامل الفولت بتاعه. طيب الفولتج تشارج هروح للتيار ده، تفاضل التيار عباره عن ايه؟ نرجع الاول، تيار بيساوي تفاضل شحنه، يبقى تفاضل تيار بيساوي ايه؟ التفاضل الثاني للشحن. عشان اجيب الامبيدنس محتاج اجيب الاس دومين للعلاقه دي. الاس دومين عباره عن ايه؟ جهد الملف عندي اهو، حوله الاس دومين يبقى في كابيتال. طب ال ال تنزل ال، تفاضل التيار في الاس دومين يبقى اس في الاي ال، تمام؟ يبقى خدنا التفاضل عباره عن اس اي ال. طب انا عايز فولت على تيار، يبقى ال اس، يبقى الامبيدنس اللي هي زد ال عباره عن فولت على تيار في الاس دومين، يبقى بتساوي ال اس من العلاقه دي. طب لو رحنا للادميتنس، مقلوب مين؟ الامبيدنس مباشره، تمام؟ اللي اسمها واي. مفيش مشكلة لغاية دلوقتي، بس في شرط هو ايه؟ زيرو انيشال كونديشن. زيرو انيشال كونديشن يبقى معناها تيار الملف، تيار الملف عند تي بتساوي زيرو لازم يساوي زيرو، عشان كده بقول اي ال اوف زيرو. انا عوضت عن التي هنا بزيرو، فاقول اي ال اوف زيرو بتساوي زيرو. جت من فين؟ بص للعلاقة الأولى، أنت بتفضل إيه هنا؟ التيار، صح؟ أنا حولته للإس دومين، قلت ال تنزل زي ما هي، التفاضل عبارة عن اس في الاي كابيتال، الكلام ده غلط، لازم أقول افتح قوس كبير كده ناقص اي اوف زيرو، اي اوف زيرو طب إيه؟ ده زيرو، فعشان كده ما كتبتهاش هنا. طول ما أنا هتعامل مع ترانسفير فانكشن للدوائر الكهربية لازم أتعامل مع زيرو انيشال كونديشن، يبقى المكثف لازم جهده الابتدائي الـ VC اوف زيرو بتساوي زيرو، لو هتعامل مع ملف يبقى تياره الابتدائي اي اوف زيرو بتساوي زيرو. ده بالنسبة للعلاقات، مهمة أوي في تحليل الدوائر طبعا. هنروح للمثال الأول عشان نفهم الموضوع بالتفصيل. عندنا دايرة بسيطة، أدي دي سي سبلاي ومقاومة وملف، وبيمر فيها تيار هنا اسمه اي، تمام؟ ما انساش إن جهد الملف بيساوي ال تفاضل تيار. طب تيار الملف هو نفس تيار الدايرة، تيار الملف هو نفس تيار الدايرة، لكن جهد الملف اللي هنا مش هو جهد الدايرة، تمام؟ مش جهد الدايرة، لا جهد الملف مش جهد الدايرة. هعمل إيه دلوقتي؟ عندي لوب واحدة، يبقى أطبق ببساطة الكيرشوف فولتج لوب، يبقى اطبق كيرشوف فولتج لوب، او يطلق عليها لوب اور مش ميثود، يبقى يطلق عليها لوب ميثود او مش ميثود او كيرشوف فولتج لوب، تمام؟ طبعا انت لاحظت هنا في المعادله دي انت هتفضل التيار، فمضطر هتحولها للاس دومين، يبقى لازم اقول له كده زيرو انيشال كونديشن، معناها ان تيار الملف عند تي بتساوي زيرو لازم يطلع زيرو، او اي ال اوف زيرو بيساوي زيرو، مش اي ال هو تيار الدايره، يبقى تيار الدايرة اي اوف زيرو لازم يساوي زيرو، يعني التيار الابتدائي للدايرة لازم يطلع بزيرو، عندي تي بتساوي زيرو، عشان اقدر اجيب ترانسفير فانكشن، والا كده مش هقدر اجيبها. تمام؟ يلا نبدا مع بعض، هطبق الكيرشوف فولتج لو، عندي الدايرة دي ببساطة، يلا جهد السبلاي بيساوي مجموع جهود الكومبوننت اللي موجودة في الدايرة، يبقى جهد السبلاي بيساوي جهد المقاومة زائد جهد الملف. طب يا باشمهندس أنت هتجيب العلاقة كترانسفير فانكشن، مين على مين؟ خلي بالك الانبوت وحيد هنا اللي هو الفي. ده الانبوت بتاع الدايره وحيد، الترانسفير فانكشن عباره عن لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، الانبوت عندي هنا وحيد اللي هو الفي، اما الاوتبوت هنا متعدد، ممكن تاخد جهد الملف كاوتبوت، جهد المقاومه كاوتبوت، او ممكن تاخد تيار الدايره كاوتبوت، انت حر، ما لم يجبرك على حاجه معينه، لو اجبرك على حاجه معينه انا مضطر اجيبها، تمام؟
فبالتالي يبقى ينفع اخد الاوتبوت جهد المقاومه او جهد الملف او تيار الدائره. هنا في المعادله بتاعتي او في المساله بتاعتي هنا عايز اجيب تيار الدائره على الانبوت في، عايز اجيب التيار على الفي، الفي اللي هي الانبوت فولتج. يبقى مضطر اشيل ايه؟ يبقى مضطر ادي الفي انبوت زي ما هي مش هشيلها، يبقى لازم اشيل الفولتات دي اعوض عنها بالتيار لان انا عايز التيار كاوتبوت. يبقى اول حاجه جهد المقاومه بيساوي التيار في قيمه المقاومه، حلو قوي. طب جهد الملف بيساوي ايه؟ اللي تفاضل التيار، ايه اللي تفاضل التيار. يبقى المعادله الباقيه كلها بقت علاقه في اي، وهنا ده علاقه في الانبوت، خلاص كده. يبقى ما فيش في المعادله غير الاوتبوت وتفاضلاته والانبوت وتفاضلاته ان وجد، تمام؟ طيب يبقى العلاقه عندي صحيحه، اعمل ايه ببساطه؟ يلا كده احول المعادله دي للاس دومين. يبقى الفي تبقى في كابيتال في الاس دومين اوف اس، ممكن اكتب اوف اس او اشيلها اكتب في بس كابيتال، في كابيتال بتعبر عن الاس دومين، تمام؟ الار هنا تنزل زي ما هي، الاي تبقى اي كابيتال، ال تنزل زي ما هي، التفاضل ده عباره عن ايه؟ اس اي، اس اي ما تنساش. وطبعا طول ما انت هتعوض بالانيشال كونديشن بزيرو يبقى خلاص مش محتاج اعوض باي اوف زيرو. يلا كده دي العلاقه، اخد اي عامل مشترك من هنا تطلع بالشكل ده، يبقى الفولت بيساوي الجزء ده وادي التيار. خلي بالك ده تيار الدايره وده جهد الدايره، يبقى دي عباره عن الامبيدنس بتاعت الدايره، خلاص. يبقى الامبيدنس بتاعت الدايره في تيار الدايره بيساوي جهد الدايره، يبقى ار زائد ال اس دي الامبيدنس في الاس دومين. هبتدي انا عايز ايه؟ ترانسفير فانكشن الاي على الفي، يعني الاوتبوت على الانبوت، يبقى اقسم اي على في تطلع العلاقه عندي واحد على القوس اللي هنا. هبتدي اخلي الحد المطلق معامله واحد، يبقى تاني هبتدي اخلي الحد المطلق في المقام معامله واحد، مفيش مشكله. يبقى هبتدي اخد ايه؟ ار عامل مشترك من المقام، او اقسم بسطا ومقاما على ار. يلا نقسم بسطا ومقاما على ار تطلع بالشكل ده، وادي الحد المطلق للار بي بواحد، تمام؟ يبقى دي العلاقه اللي انا وصلت لها، دي العلاقه اللي انا وصلت لها. طيب ركز معايا كده، دي دايره كهربائيه صح؟ لو انت فاكر في الترانسفير فانكشن كنت بحولها كبلوك، تمام؟ طب تعال نحول الدايره دي كبلوك، نقدر. بلوك دايجرام ازاي؟ الانبوت في الاوتبوت اي، يبقى اكتب كده ادي الانبوت في وادي الاوتبوت اي، تمام؟ وادي البلوك عندي، البلوك اللي هو ده ترانسفير فانكشن، اجي احطها هنا، اوكي؟ يبقى الرسمه اللي عندي دي ممكن استبعدها كدايره خالص واحطها كبلوك، ادي الانبوت وادي الاوتبوت وادي البلوك عندي ترانسفير فانكشن اللي هي هنا دي. ركز معايا كده، البسط عندي ثابت والمقام قوس واحد واعلى باور فيه اس اس واحد، يبقى ده اسمه فيرست اوردر سيستم، الشيء بالشيء يذكر. فانا هبدا انوع عن حاجه ومستقبلا هناخدها في السلسله اسمها فيرست اوردر سيستم في التايم ريسبونس اناليسيز. فبالتالي عندي طول ما المقام من الدرجه الاولى او اعلى باور في المقام اللي هي الاس معاملها واحد والبسط ثابت، يبقى دي يطلق عليها فيرست اوردر سيستم. وبالتالي يبقى الاي على الفي دي معادله الفيرست اوردر سيستم، دي معادله الفيرست اوردر سيستم، بيبقى عندي البسط كي والمقام تي اس زائد واحد. شايف المعادله دي مش شبيهه بالمعادله دي قوي؟ تعال نقارن معاملات. يلا الكي بتساوي ايه؟ واحد على ار. طب والتي بتساوي ال على ار؟ زي ما انتم شايفين كده، يبقى الكي واحد على ار والتي ال على ار. ايه هي الكي وايه هي التي؟ الكي هي الدي سي جين، الدي سي جين، والتي هي التايم كونستانت، والتي والكي لازم يبقى اكبر من زيرو. طب هل الموضوع ده هناخده بالتفصيل؟ طبعا هناخده بالتفصيل مستقبلا في السلسله. نكمل المساله بتاعتنا، احنا وصلنا للجزء ده، تمام؟ يلا كده. في مطلوب تاني في المساله بيقول لك ايه؟ اوجد ذا فاليو اوف كرنت، هات قيمه التيار ات تي بتساوي نص مللي سكند عند لحظه زمنيه معينه. مديك قيمه المقاومه ومديك قيمه الملف. وبيقول لك الفي اوف تي اللي هي الانبوت عندي 50 فولت. بيقول لك الانيشال كونديشن ار زيرو، يعني الانيشال كونديشن افرضها هي زيرو. طبعا انا فرضتها زيرو من اول عشان اعرف احل المساله. يلا بينا نكمل كده. مش الفي اوف تي بتساوي 50 فولت، ده الانبوت والانبوت ثابت اللي هو 50، لازم احوله في الاس دومين. يبقى الفي اوف تي بيساوي 50 فولت ده ثابت، احوله في الاس دومين، يبقى في كابيتال اوف اس بيساوي ثابت على اس، يبقى 50 على اس، يبقى ده الانبوت في الاس دومين، يبقى 50 على اس. دي المعادله الاصليه اللي انا حليتها في السلايدات اللي فاتت. هعمل ايه؟ طول ما المعادله دي عايز انت الفاليو اوف كرنت، يعني انت عايز قيمه التيار في التايم دومين وتعوض عن التي بقيمه معينه، يبقى لازم ابتدي احل بالطريقه اللي انا هقول عليها. لازم يبقى معامل اس بواحد، معامل اس هنا لازم يبقى بواحد، يبقى اقسم المعادله بسطا ومقاما على ال، بعد قسمه المعادله بسطا ومقاما على ال تطلع بالشكل ده. ابتدي ايه سيادتك؟ ابتدي اعوض عن ال وار، اعوض عن ال وار تطلع بالشكل ده، تمام؟ هتقول يا باشمهندس ليه؟ ليه قسمت على معامل اس اللي هو ال؟ هقول لك اجباري عشان استخدم لابلاس العكسي، هيتضح الكلام ده بعد كام خطوه قادمه. يلا بينا نكمل، يبقى ده الاوتبوت على الانبوت بالشكل ده. يلا انا عايز ايه؟ انا عايز الاوتبوت. يبقى الاوتبوت بيساوي ترانسفير فانكشن في الانبوت عندي الفي،
يبقى تطلع بالشكل ده. طب ال في في اوف اس يبقى ما انساش اعوض بالاس دومين للانبوت عندي اللي هو 50 على اس، اعوض عن 50 على اس هنا وابتدي اضرب تطلع بالشكل ده. شايف هنا المعادله دي؟ المعادله دي عباره عن قوسين في المقام، قوسين من الدرجه الاولى. استخدم لابلاس العكس ازاي؟ استخدم القصور الجزئيه، يلا ثابت على القوس الاول زائد ثابت على القوس الثاني. اعمل ايه بعد كده؟ اجيب الثوابت، عشان كده انا معامل اس خليته هنا بواحد عشان نسهل المساله. يلا كده نعمل ايه؟ اجيب الثوابت، يلا ثابت الاول اجيبه ازاي؟ زي ما خدنا في لابلاس العكسي، الاس هنا في المقام، انت هتجيب الايه يبقى الاس في المقام، يبقى تروح للمعادله الاصليه اللي هو الجزء ده، طول ما اس في المقام اخفيها من هنا، يبقى اخد باقي الترم ده يبقى هنا، واخد طول ما انا هجيب الايه اخد مقامه بيساوي زيرو، يبقى المقام اللي هو اس بتساوي زيرو، اعوض عن اس تساوي زيرو في الباقي في الجزء اللي انا طلعته هنا. القيمه هتطلع عندي 5%. يلا نطبق نفس الكلام على بي، يبقى بي المقام بتاعها اهو، يبقى اشيله من هنا، يفضل عندي 2000 على اس، 2000 على اس، طب اعوض عن اس بكام؟ هتجيب بي يبقى خد المقام اللي تحت بي يساويه بالزيرو، يبقى الاس بتساوي سالب 40000، اعوض في المعادله دي هتطلع سالب 5%. نعوض عن اي وبي في المعادله اللي فوق، بعد التعويض طلعت بالشكل ده، 5% 5% اخدها عامل مشترك، خدتها اهي، استخدم لابلاس العكسي، يلا 1 على اس يبقى لابلاس العكسي بتاعها 1 ناقص 1 على اس زائد 4000، ما تنساش دي اجيب لها لابلاس العكسي تبقى الناقص نزلت زي ما هي، طول 1 على اس زائد 40000 تحت، يبقى اقول اكسبوننشال سالب، ده عباره عن الايه؟ اخد الايه ده بعكس الاشاره، يبقى سالب 40000 تي، ده لابلاس العكسي، وشرحناه في فيديوهات اللابلاس العكسي خلال السلسله. ده في التايم دومين، طب هو عايز قيمه الكرنت عند مين؟ عند نص ملي سكند، يلا نعوض هنا عن تي بنص ملي سكند، يبقى ادي المعادله بتاعتنا، نعوض عن تي نص ملي سكند، يبقى انا اقول له عايز اي اوف تي عند تي بتساوي نص ملي سكند، يبقى اي اوف مين؟ خلي بالك ملي، يبقى اضربها في 10 اس سالب 3، تطلع عندي 5 من 10000، اوكي؟ هعوض من فوق عن التي ب 5 من 10000، بعد التعويض عندي طلعت 5 من 100 امبير او 50 ملي امبير. ده قيمة التيار وقتها، مفيش مشكلة. المسألة لغاية هنا انتهت، أنا هضيف بعض الأفكار وبعض الخطوات عشان تكتسب بعض المهارات. يلا كده، أنت جبت تيار الدايرة، مش أنت لما جبت تيار الدايرة تقدر تجيب جهد المقاومة وجهد الملف كمان؟ طب يلا بينا نجيب جهد الملف، جهد الملف من علاقته بيساوي إيه؟ قلة تفاضل تياره. تمام، حلو جدا، قلة تفاضل تياره. يبقى عندي ال اللي هي قيمتها أهي 25 ملي هنري، يبقى 25 من 1000 في تفاضل التيار، يبقى اخد علاقه التيار في التايم دومين اهي افاضلها، بعد تفاضلها طلعت بالشكل ده. لو هو عايز جهد الملف عند قيمه معينه من الزمن عوض في المعادله دي، مفيش مشكله، تمام؟ زي ما انا عوضت فوق لو هو طلبها. طيب يلا نجيب جهد المقاومه، جهد المقاومه بيساوي التيار في قيمتها، جهد المقاومه بيساوي ار في اي، تمام؟ يبقى الار عندنا اهي 1 كيلو، اضربها في التيار اللي فوق تطلع بالعلاقه دي. طبعا انا العلاقه اللي فوق خلصتها طلعت بالشكل ده. يبقى ادي جهد الملف وجهد المقاومه. هنروح لبعض النوتس هنضيفها عشان نكتسب ونفهم حاجات مهمه في الدوله الكهربيه بعيدا عن التحليلات الرياضيه. انا جبت تيار، جبت جهد الملف، جهد المقاومه في التايم دومين كعلاقات في التايم دومين. يلا بينا مع بعض، ادي الفي ال وادي الفي ار، مش جهد المقاومه ده وجهد الملف لما اجمع الاثنين المفروض يديني جهد السبلاي؟ جهد السبلاي كام؟ ب 50، ما تنساش. طب هل لو جمعت العلاقه الاولى اللي هي هنا دي والعلاقه اللي هنا دي، هل هيديني جهد السبلاي اللي هو 50؟ يلا بينا نجمع. اجمع الاثنين، بعد الجمع هتلاقيها فعلا تطلع ب 50، طلعت في اوف تي اللي هي مين؟ جهد السبلاي عندي. ده عند اي لحظه زمنيه عايز تتاكد، تعال مع بعض نجيب التيار عندي تي بتساوي زيرو. يبقى لو انا عايز اجيب تيار الدايره عندي تي بتساوي زيرو، اعوض في العلاقه دي تي بتساوي زيرو يطلع بزيرو. يا باشمهندس تيار الدايره عندي زيرو اللي عندي تي بتساوي زيرو يطلع القيمه زيرو؟ ليه؟ ما انت لو لاحظت في السلايدات اللي فاتت انا فارض الانيشيال بتاع التيار الملف بيساوي زيرو، وكلمه تيار الملف الانيشيال بيساوي زيرو هو نفس تيار الدايره، يبقى تيار الدايره لازم يطلع كانيشيال بيساوي زيرو، او عندي تي بتساوي زيرو يطلع بزيرو. وفعلا انا فارض كده في بدايه المساله عشان اقدر اجيب ترانسفير فانكشن. طب تعال نجيب جهد الملف عندي تي بتساوي زيرو، يبقى جهد الملف اوف زيرو هعوض في العلاقه دي عن تي بتساوي زيرو يطلع ب 50. طب جهد المقام عن تي بتساوي زيرو نعوض في العلاقه دي عن تي بتساوي زيرو تطلع بزيرو. ايه معنى الكلام ده؟ تعال كده، جهد الملف في البدايه بياخد نفس جهد السبلاي، يبقى السبلاي عندي 50، في البدايه عند تي بتساوي زيرو جهد الملف بيساوي جهد السبلاي. طب يا باشمهندس جهد المقاومه؟ جهد المقاومه في البدايه بزيرو، يعني معنى كده ان الملف في البدايه بياخد جهد السبلاي كله وجهد المقاومه في البدايه بيساوي زيرو، وده احد
الحاجات اللي بيعملها الملف، ان في البدايه بيعاكس التيار بدرجه ان هو ياخد كل جهد السبلاي عشان يبتدي يعمل مقاومه عكسيه او تاثير عكسي لجهد السبلاي يحاول يبطئ نمو التيار، تمام؟ عشان كده الانيشال بزيرو. يبقى تاني جهد الملف عندي في الستارتنج في البدايه بيبقى هو جهد السبلاي، وجهد المقاومه في البدايه بتساوي زيرو. طب لو انا جمعت الاثنين دول، مش جهد المقاومه زائد جهد الملف لازم يطلع جهد السبلاي، اجمع الاثنين دول عند التي بتساوي زيرو يطلع الفي اوف زيرو، في اوف زيرو هو جهد السبلاي عند زيرو، ده طبعا 50 فولت مش هيفرق معايا، عند تي تساوي زيرو زي تي بتساوي 50 زي تي بتساوي 10000 زي تي بتساوي ما لا نهايه، لان ده عباره عن ثابت دي سي، فبالتالي بيطلع 50، يبقى 50 زائد زيرو يطلع 50. ده اسمه ات ستارتنج في البدايه عند تي بتساوي زيرو. طب هنعوض عند حاجه ثانيه عند تي بما لا نهايه. حلو، هات الفي ال عند تي بتساوي ما لا نهايه، كلمه تي تساوي ما لا نهايه عند الستيد ستيت عند استقرار الدايره خلاص، تمام؟ يبقى عوض في العلاقه فوق عن تي بما لا نهايه، خلي بالك ايه اس سالب ما لا نهايه تطلع بزيرو. نعوض عن جهد المقاومه عندي عند تي بتساوي ما لا نهايه عندي في نفس العلاقه تطلع ب 50. ايه معنى الكلام ده؟ عند تي تساوي ما لا نهايه عند استقرار الدايره جهد الملف بيساوي زيرو، فعلا جهد الملف بيساوي زيرو، دي معناها ان الملف بيه شورت سيركت، وفعلا لما يبقى السبلاي دي سي الملف دايما في الدوائر الكهرباء كنا نقول ان هو بيبقى شورت سيركت، بس ده امتى؟ عند تي بتساوي ما لا نهايه، خلاص يبقى الملف بيبقى شورت سيركت هنا وبالتالي الجهد عليه بزيرو. اما جهد المقاومه عندي بيساوي 50، طول ما هنا ده شورت سيركت الجهد عليه بزيرو يبقى جهد المقاومه هو هيبقى نفس جهد السبلاي يطلع ب 50، والكلام ده صحيح من ناحيه تحليل الدوائر الكهربائيه. وبالتالي لو جمعت انا الجهدين دول اللي هو 0 و 50 يطلع 50 هو نفس جهد السبلاي عند ما لا نهايه، لان ده قلنا دي سي. التحليلات دي عند تي تساوي ما لا نهايه يطلق عليها ستيدي ستيت عند استقرار الدايره، تمام؟ ده بالنسبه للمثال الاول. نروح للمثال الثاني ان انا عندي مقاومه مكثف. المكثف هنا طبعا هيبقى عليه بولارتي موجب سالب وعليه جهد اسمه في سي. تيار الدايره اسمه اي. ما انساش ان الفي سي بيساوي 1 على سي تكامل تيار المكثف، وتيار المكثف هو نفس تيار الدايره. او تيار الدايره اللي هو نفس تيار المكثف بيساوي سي تفاضل جهد المكثف، خلي بالك في فرق بين جهد المكثف وجهد السبلاي. يبقى تفاضل جهد المكثف بالنسبه للزمن. يلا بينا كده نبدا. عندي دايره بسيطه لوب واحده، يبقى ابلاين كيرشوف فولتج لوب او لوب ميثود او مش ميثود، كلهم نفس المسميات. يلا جهد السبلاي بيساوي جهد المقاومه زائد جهد المكثف. ركز معايا كده، انت بتقول عايز ترانسفير فانكشن، يبقى لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت. مين الانبوت بتاع الدايره؟ هو الفي، يبقى دي ثابته. طول ما الانبوت عندي في يبقى ده الانبوت خلاص. يبقى الاوتبوت ايه؟ ممكن يبقى جهد المقاومه، ممكن يبقى جهد المكثف، ممكن يبقى تيار الدايره، كل الحاجات دي محتمله. طب انا هجيب ايه هنا في المساله دي؟ لا انا هخلي الاوتبوت عباره عن جهد المكثف، انا هخلي الاوتبوت عندي جهد المكثف. حلو قوي، تعالوا نبص للمعادله دي. ادي الانبوت، يبقى مش هاجي ناحيته، هسيبه زي ما هو. عندي جهد المقاومه، هل هو جهد الانبوت او جهد المكثف؟ لا، يبقى جهد المقاومه ده لازم يتغير، لان ولا هو جهد المكثف كاوتبوت ولا جهد الانبوت في. طب نيجي هنا، ده جهد المكثف، ده جهد المكثف اصلا هو جهد الاوتبوت اللي انا عايزه، تمام؟ يبقى ده ما جيش ناحيته، يبقى انا محتاج الفي ار دي اغيرها. اغيرها ازاي؟ يلا كده مع بعض. المقاومه دي جهدها بيساوي ايه؟ تيارها في قيمتها، تيارها هو تيار الدايره، يبقى اي فار. اوكي، يبقى انا محتاج ارجع تاني، ادي الانبوت في وادي الاوتبوت في سي، يبقى عندي في مشكله في التيار لازم اشيله، لان التيار ولا هو اوتبوت ولا هو انبوت، فلازم يتشال. طب التيار عوض بيه ايه؟ بص كده للتيار اللي علاقته مع المكثف اهو. يبقى التيار بيساوي سي تفاضل جهد المكثف على دي تي. طب ما تفاضل جهد المكثف، ما جهد المكثف هو الاوتبوت، يبقى اشيل التيار ده واعوض بيه عباره عن سي تفاضل جهد المكثف. زي ما انتم شايفين كده، يبقى ار في سي تفاضل جهد المكثف على دي تي. يلا الاوتبوت تفاضل الاوتبوت وده الانبوت، يبقى العلاقه صريحه في الانبوت والاوتبوت وما فيش حاجه تاني. يبقى كده تمام. يلا ناخد لابلاس، يبقى الفي سمول تبقى في كابيتال اهي. ار سي ده تفاضل، يبقى هيبقى عندي ايه؟ في سي اوف اس. خلي بالك ده تفاضل، يبقى في سي اوف اس مضروب في الاس بره، تمام؟ طيب الفي سي ده سمول تبقى كابيتال خلاص. طب يا باشمهندس ده تفاضل، المفروض اقول ناقص الانيشال. اقول لك الانيشال هنا زيرو، يبقى لازم اقول ان الانيشال بتاعت المكثف الفي سي اوف زيرو بتساوي زيرو. يلا كده الفي سي اوف اس اخد عامل مشترك تطلع كده. خلي بالك هنا ده فولت الانبوت، ده فولت الاوتبوت، ما ينفعش تقول الترم ده الامبيدنس، غلط. ده جهد وجهد خلاص، مش علاقه بين جهد وتيار. يلا كده انت عايز الاوتبوت على الانبوت، يبقى الفي سي على الفي، نجيبها تطلع بالشكل ده. زي ما انا قلت لك ما تنساش
الزيرو انيشال كونديشن الفي سي اوف زيرو بيساوي زيرو، جهد الابتداء على المكثف بيساوي زيرو. يلا مع بعض كده انا وصلت للعلاقه النهائيه دي، هبتدي احول الدايره دي لبلوك. شايف الدايره دي احولها لبلوك دايجرام. الانبوت في، الاوتبوت في سي، اهو الاوتبوت من هنا في سي. البلوك ده عباره عن ايه؟ هو ترانسفير فانكشن زي ما انت شايف كده. البسط ثابت والمقام عباره عن فيرست اوردر او اس اس واحد على باور ليه، اسمه فيرست اوردر سيستم. تمام، يبقى المعادله فيرست اوردر زي ما انا قلتها في السلايدات اللي فاتت، لان الشيء بشيء يذكر. يبقى الفي سي على الفي بيساوي كي على تي اس زائد 1. يلا نقارن المعاملات. يبقى الكي ب 1 والتي يساوي ار سي، يبقى الكي بتساوي 1 والتي بتساوي ار سي. يبقى التايم كونستانت عباره عن ار سي، والكي اللي هو الدي سي جيم بيساوي 1. وقلنا ان التي والكي لازم يبقوا اكبر من زيرو، فعلا الار والسي اكبر من زيرو والواحد اكبر من زيرو. طيب الكلام ده هنخوض فيه بالتفصيل خلال التايم ريسبونس اناليسيز للفيرست اوردر سيستم. مش عايزك تقلق من حاجه، ده سلايد بس كده بوضح لك بيه بعض الحاجات. يلا نكمل المساله. بيقول لك عايز الفاليو اوف الفولتج هنا وليست الكرنت، الفاليو اوف جهد المكثف ات تي بتساوي 10 مللي سكند. مدين قيمه المقاومه وقيمه المكثف، يبقى دي سي عباره عن سي هنا عباره عن 10 مايكرو فاراد. يلا كده، ومدين الفي انبوت عباره عن 10 فولت. يبقى طول ما الفي 10 فولت ده كانبوت، دي سي اهو ثابت، يبقى اجيبه في الاس دومين عباره عن 10 على اس. انا دي اخر علاقه انا وصلت لها. طول ما انا هستخدم المعادله واحولها للتايم دومين، يبقى لازم انا اشتغل على لابلاس العكسي، وعشان اشتغل لابلاس العكسي لازم يبقى معامل اس هنا بواحد. يبقى اقسم المعادله بسطا مقاما على ار سي، بعد قسم المعادله بسطا مقاما على ار سي تطلع بالشكل ده، بعد التعويض تطلع بالشكل ده. يلا كده انا عايز الفي سي لوحدها، يبقى الفي دي هضربها في ناحيه اليمين كده. يلا نعوض عن في من هنا، بعد التعويض طلع بالشكل ده. يلا كده قوسين من الدرجه الاولى في المقام، اعمل كسور جزئيه ثابت على اس وثابت تاني على القوس التاني. يلا كده نجيب الاي والبي بنفس الطريقه، انا جبت الاي اهي بنفس الطريقه والبي بنفس الطريقه، وبعد ما انا جبتهم هبتدي اعوض. بعد التعويض طلعت بالشكل ده. يلا 10 و10 خدها عامل مشترك بره، وهيبقى عندي جوه 1 على اس لابلاس العكسي ليها 1 ناقص تنزل 1 على اس زائد 100 تبقى اكسبوننشال عكس اشاره القيمه دي، عكس اشاره القيمه دي تبقى سالب 100 تي. ده لابلاس العكسي اسمه في سي اوف تي، ده جهد مين؟ المكثف في التايم دومين. يلا بينا نكمل. هو عايز عند مين التي بتساوي كام؟ 10 مللي سكند. يبقى اقول له الفي سي دي علاقتها، الفي سي عند تي بتساوي 10 مللي، خلي بالك 10 مللي يبقى اضرب 10 في 10 اس سالب 3 تطلع 1 من 100، عوض في العلاقه فوق عن تي ب 1 من 100 تطلع عندي 6.32 من 100 فولت، فولت خلي بالك. تمام، سيادتك جبت جهد المكثف كاوتبوت، ينفع اجيب تيار الدايره، تيار الدايره وجهد المقاومه؟ ينفع. تيار الدايره اجيبه ازاي؟ فاكر علاقه تيار الدايره بجهد المكثف؟ مش قلنا تيار الدايره هو تيار المكثف، تيار المكثف بيساوي سي تفاضل جهده. تمام، تفاضل جهده، يبقى امسك العلاقه اللي فوق دي افاضلها، امسك العلاقه دي اعمل لها ايه؟ افاضلها. تفاضل العلاقه بيطلع بالشكل ده، وعوض عن سي ب 10 مايكرو فراد، 10 في 10 اس سالب 6. تمام، بعد اختصار المعادله دي طلعت بالشكل ده، بس انا جبت تيار الدايره. تمام، اقدر اجيب جهد المقاومه؟ جهد المقاومه بيساوي ايه؟ التيار في قيمتها، التيار في قيمتها، مش التيار انت جبته فوق. يلا ار في اي، اضرب المعادله اللي فوق دي في ار اللي هي كام؟ 1 كيلو في 1 من 100 تطلع بالقيمه دي. اوكي، لو انت عايز تيار الدايره او جهد المقاومه عند اي لحظه زمنيه، عوض باللحظه الزمنيه اللي هو هيديها لك، مفيش مشكله. بعض الملاحظات، انا جبت جهد المكثف جهد المقاومه، يلا بينا مع بعض. هل انا لو جمعت جهد المكثف وجهد المقاومه عند اي لحظه زمنيه هيطلع جهد السبلاي؟ اجمع المعادله اللي فوق مع المعادله اللي تحت، بعد الجمع هنطلع فعلا بتطلع ب 10، اجمع الاثنين فوق في كده يدويا هتطلع ب 10، هي نفس جهد مين؟ السبلاي او الانبوت عندي عند اي لحظه زمنيه. هل فعلا عند اي لحظه زمنيه بيطلع جهد السبلاي؟ تعال نعمل تشيك. يلا كده، جهد المكثف عند تي بتساوي زيرو، تي بتساوي زيرو هنا، ايه اللي هيحصل معايا؟ اعوض عن تي بزيرو، عوض عن تي بزيرو في المعادله دي تطلع بزيرو. المعادله اللي هنا دي يلا نعوض عن تي بكام؟ بزيرو. يبقى جهد المقاومه عند تي بتساوي زيرو عوض هنا تطلع ب 10. طيب هل انا لو جمعت الاثنين دول جمع جبري يبقى 0 زائد 10 هيساوي 10؟ بيساوي 10 اهي. ايه معنى المعادلات دي؟ جهد المكثف اوف زيرو بيساوي زيرو. عارفين ايه معنى الكلام ده؟ اصلا انا بدايه المساله قلت لك لازم جهد المكثف اوف زيرو بيساوي زيرو، الانيشال كونديشن لازم تبقى زيرو، عشان كده يطلق عليها زيرو انيشال كونديشن، ان جهد المكثف عند تي بتساوي زيرو يساوي زيرو. انا باني مسالتي على كده عشان اجيب ترانسفير فانكشن. تمام، هنا جهد المقاومه عند تي بتساوي زيرو بيساوي 10، مش ده السبلاي 10؟ عند تي بتساوي زيرو جهد المكثف زيرو،
يعني المكثف في البداية هيبقى شورت، معلهوش جهد، بزيرو، هيبقى شورت في البداية عند تي بتساوي زيرو. المقاومة الجهد بتاعها 10، ما ده لما يبقى شورت وهنا السبلاي 10 يبقى المقاومة تطلع 10، لأن ال 10 المقاومة دي هتاخد كل جهد السبلاي، تطلع ب 10، تمام؟ ده في البداية، تمام؟ ده اسمه ات ستارتنج عندي في البداية. طب هل عند تي بتساوي مال النهاية أو عند الستيدي ستيت إيه اللي هيحصل؟ يلا بينا نشوف كده. عند الـ VC of ما لا نهاية أو T بتساوي ما لا نهاية، عوض عن T هنا بما لا نهاية بعد التعويض طلعت ب 10. الـ VR عند T بما لا نهاية، عوض عن T هنا بما لا نهاية تطلع بـ 0. ركز معايا كده، جهد المكثف عند T بتساوي ما لا نهاية، عند الـ Steady State، عند الاستقرار، بعد لحظة زمنية طويلة، لحظة زمنية طويلة جدا، خلاص عند الاستقرار، جهد المكثف يطلع بكام؟ 10. عارفين إيه معنى جهد المكثف ده يطلع بـ 10 والسبلاي عندك 10؟ يعني جهد المكثف ده خلى الدايره اوبن سيركت، يعني المكثف شحن وخلى الدايره اوبن سيركت، وطول ما خلى الدايره اوبن سيركت وقتها التيار بتاع الدايره بيساوي زيرو، وبالتالي طول ما تيار الدايره بيساوي زيرو يبقى جهد المقاومه يساوي زيرو، يبقى فعلا جهد المقاومه بيساوي زيرو. طول ما جهد المقاومه بيساوي زيرو دي معناها سيادتك ان تيار الدايره بيساوي زيرو، لان جهد المقاومه بيساوي ار في ار، وطول ما ار ثابت لا تساوي زيرو يبقى الاي هو اللي بيساوي زيرو. لو انا جمعت الاثنين جمع جبري هيطلع 10، بيساوي جهد مين؟ السبلاي عندي تي بتساوي ما النهايه، ده اسمه ات ستيدي ستيت. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها على اي تعليقات اسفل الفيديو، وان شاء الله في الفيديوهات القادمه هنكمل في الدوائر الكهربائيه. ما تنسوش هناخد مسائل اصعب، هنبتدي نطبق كيرش فولتج لو وكيرش كارنت لو، او يطلق عليها المش او اللوب ميثود، او يطلق عليها النودل ايكويشنز او النودل ميثود. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس، وشكرا جزيلا.